في البحار المجلة تسعة في هذه الطبعة اللي عندي صفحة ميتين وثمانية وعشرين ولكن في بعض الطبعات الأخرى في صفحة أربعمية وثمانية وعشرين تختلف الطبعات عن الكرخي قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: الم يكن علي قويا في بدنه، قويا في امر الله، امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان قويا من الناحيه البدنيه. وكان ايضا قويا من الناحيه الروحيه، لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. فقال له ابو عبد الله عليه السلام: بلى. قال: فما منعه ان يدفع او يمتن، عندما تحركت الاحداث. بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه واله في غير ذلك الخط الذي خطه رسول الله تحركت باتجاه آخر. ليش أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يقوم؟ كان يتمكن أن يقوم. قال: قد سألت فافهم الجواب. منع عليا من ذلك ايه من كتاب الله فقال واي ايه؟ ماكو هالشكل ايه في القران في النظره العاديه ولكن اهل البيت صلوات الله عليهم يستخرجون بطون القران بالنحو الذي شرحناه، طرحنا ثلاث فرضيات إما أن يكون من باب استخدام اللفظ في معنيين أو من باب البطون وإما من باب الملاك والعلة الكامنة فقال وأي آية قال فقرأ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هذه الآية في سورة الفاتح انه كان لله ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين ومنافقين فلم يكن علي عليه السلام ليقتل الاباء إذا كانت تحدث هنالك معركة، الآباء كانوا يقتلون حتى يخرج الودائع، إذا المعركة كانت تقوم، مجموعة كانوا يقتلون، معركة شديدة أيضا، لأن تمدها عوامل المشركون، ابو سفيان غيرهم كانوا يغذون هذه المعركه، الروم واذا كان هؤلاء الاباء يقتلون اولئك الودائع التي اودعها الله سبحانه وتعالى في اصلاب هؤلاء كانوا ينتهون اذا الابو قتل الخط ينتهي إلى يوم القيامة إحنا كل واحد منا أكو فد خط من أبونا آدم إلينا هذا الخط ممتد كل واحد يعتبر معد للوجود اللاحق وأكو خط يبتدئ منا بإذن الله في ذرياتنا إلى يوم القيامة إذا فد مكان يحدث خلل كل هذه السلسلة تنقطع إذا في نقطة يحدث خلل فلما خرجت ظهر على من ظهر وقتل بعد ما تلك الودائع خرجت وأمنت وفرضوا ولد من هذا الأب ولد هذا الولد يمثل الامتداد الوجودي انتهت القضية وجاء الإذن الإلهي وكذلك مهدينا اهل البيت باللفظ الاخر الذي يقام لاجله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك مهدينا اهل البيت لن يظهر ابدا حتى يخرج ودائع الله